حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي، يأتيكم من قناة الرافدين. حذر خبراء اقتصاديون من أزمة مديونية تستنزف موارد البلاد المالكة وتقيد الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد العراقي. وأضاف الخبراء أن إحدى الإشكاليات الاقتصادية المهمة التي قد يكون لها انعكاسات سلبية على المستقبل الاقتصادي في العراق هي الارتفاع المستمر في النفقات العامة الفعلية من دون ارتفاع موازن في الإيرادات العامة، مشيرين إلى أن النفقات العامة ارتفعت عام 2023 بنحو 40 تريليون دينار عن عام 2022. أكد خبراء اقتصاديون أن حكومة السودان وقعت في خطأ كبير عندما قامت بتخفيض سعر الصرف من 1450 إلى 1320 ديناراً للدولار الواحد. وأوضح الخبراء أن قيمة 142 تريليون دينار بسعر 1320 تساوي 107 مليارات دولار، بينما قيمتها بسعر 1450 تساوي 97 مليارات دولار، أي أن العراق خسر بقرار خفض سعر الصرف ما قيمته 10 مليارات دولار، على اعتبار أن مجمل إيرادات الدولة من مبيعات النفط تكون بالدولار. دعت نقابة المعلمين فرع السليمانية حكومة كردستان العراق إلى منح الموظفين والمعلمين حرية الاختيار في فتح الحسابات المصرفية بالبنوك، مطالبة بتوزيع راتبي شباط وآذار قبل عيد الفطر. وحذرت النقابة من أن تصبح الرواتب مادة خبرية متداولة في وسائل الإعلام، مضيفة أن حكومة كردستان العراق قامت بتوزيع 4 رواتب فقط في غضون 9 أشهر، ناهيك عن رواتب العام الماضي المدخرة التي سببت أزمة معيشية قاسية للمواطنين والموظفين. أفاد مصدر محلي في محافظة السليمانية بأن منتسبي مرور السليمانية وافقوا على العودة إلى العمل لكن بشكل جزئي يوم الأحد المقبل. وقال المصدر إن منتسبي مرور السليمانية وافقوا على العودة للعمل الجزئي بعد تسلم راتبهم يوم غد بحسب جدول وزارة المالية في كردستان العراق. وكانت مديرية مرور السليمانية وعدد من الدوائر المهمة الأخرى قد أعلنت يوم الأحد الماضي الإضراب عن الدوام بشكل تام بسبب تأخر صرف رواتب شهر شباط على الرغم من انتهاء شهر آذار. بات ملايين الموظفين في كبريات الشركات العالمية مهددين بالتسريح من أعمالهم خلال العام الحالي بسبب أزمات مالية تواجهها شركاتهم وبسبب حلول الذكاء الاصطناعي كبديل للبشر. وبحسب وكالة رويترز فقد بدأت 100 الشركات الكبرى حول العالم فعلياً موجة تسريحات وإلغاء وظائف لأسباب مالية ولأخرى متعلقة بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان الموظفين. وأظهر استطلاع أصدرته مؤسسة برايس ووتر استعداد 25% من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات لشطب نحو 5% من الوظائف لديها بسبب الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
وبركاته والموجز الاقتصادي بأمان الله.